السلام عليكم. دلوقتي لو احنا عندنا لعبة عايز اضيف لها خاصية اللي هي الفيرست بيرسون، او ان انا اشوف من عين اللاعب. يعني لو اخترنا لعبة زي ديت، تمام، فانا عندي هنا الشخصية دي، انا عايز اشوف هو شايف ايه. فاجي هنا واقول له بروجرام، هو مبرمج ان هو يمشي في مسار معين، فهقول له عايز ادوس ماوس اليمين. اول ما ادوس الماوس اليمين الفيو بتاعك يتغير ل فيرست بيرسون. طيب تعالى بقى ندوس اسكيب. اسكيب. طيب انا عايز اشوف هو بيشوف ايه، هدوس زر اليمين فتلاقي نفسك شايف اللي هو شايفه، متتبع كل حاجة. طيب خلينا ندوس اسكيب ونبرمجه بحاجة تانية بدل الفيرست بيرسون ديت. اقول له فيو واقول له فولو. طيب نشغل لعبة. ايه اللي حصل؟ الكاميرا بتتحرك مطرح ما اللعبة دي بتتحرك، من غير ما انا ادوس اي حاجة او ان انا اعمل اي حاجة خالص، هو بيتبع وبيخليه هو في متوسط الشاشة. يعني لو عملت زوم كده بينسى كل حاجة ويتبع الشخص دوت.